السلام عليكم. هركب معاك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وأنت طيب. صحة السلامة يا فندم. أنت بتنزل بقى أيام العيد، احكي لي بتعمل إيه في أيام العيد؟ أنا من بصحى الصبح أفطر مع أولادي وبنزل بعد الظهر على حسب ما ربنا بيكرم، ممكن المشوار مشوارين في الظهرية كده مثلا على العصر، بريح لي نص ساعة أخد الشاي بتاع القهوة وبنزل أعتمد بعد العصر تاني، وربك بيرزق لغاية بقى بالليل. بتحب تقعد يعني أيام العيد اللي أنت بتقول مثلا أنا هقعد النهاردة طول اليوم، ولا بتحب تستقطع وقت معين طول أيام العيد، ولا وتحس إن أنت وأنت شغال ده أنت كده برضو بتعيد؟ لا، وانا شغال بعيد افضل واكتر. ليه؟ لان في البيت الموضوع محدود مع مين بالظبط، انما في الشارع بتشوف الدنيا وبتشوف الناس وبنتعرف على معاليك وبنتعرف على ده وعلى ده. الله يخليك معانا. ايه اللي يعني ايه الحاجه اللي انت حسيتها في العيد ده مختلفه عن كل الاعياد؟ ان في مصر او في البلد تحس ان في يعني نوع من الامان موجود، بنمشي مش وفي رزق برضه. واسعى يا عبد وانا اسعى معاك، ده موجود العيد ده غير اي عيد تاني. حاسس ببهجه كده في العيد؟ اكيد. والدليل على كده ان انا شفت معاليكي وشفت الناس دي كلها. عندك اولاد قد ايه؟ عندي ثلاثة. ربنا يخليك. عمرهم ايه؟ 17 14 10. ربنا يخليك. حبيت تجيب لهم بقى ايه في العيد؟ يعني تقول لهم ايه في العيد، او جبت لهم حاجه العيد وقلت لهم لازم؟ هو في العيد عامه هو العيد ده بتاع عيد لحمه. ايوه. فلازم يبقى اللحمه موجوده في البيت، بتبقى في زياره صله ارحام، ده ده ده، فبتبقى لازم تكون موجوده على اساس ان الحاجه ما تتقطعش من البيت، تبقى موجوده ليا ولغيري سواء انا موجود او مش موجود. تليجراف مصر وبرنامج اهلنا الطيبين. انا عبير الالفي، برنامج اهلنا الطيبين، ربنا يخليك، وبيت الزكاه والصدقات المصري جايين نقول لك كل سنه وانت طيب، ولاسرتك كل سنه وهي طيبه، ويا رب عيد سعيد عليك. وبنشاركك كده حاجه بسيطه بهديه من موقع تليجراف مصر وبيت الزكاه والصدقات المصري. شكرا، جزاك الله خير، وكل عام وانت بخير. شكرا لنا فندم. شكرا قوي. سنه وانت طيب. صحه سنه. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. طيب يا فندم. عيد سعيد عليك. عيد سعيد وعلى المسلمين رب العالمين يا رب. قولي حضرتك النهارده نازل في أيام العيد بقى. نازل اشتغل في البلدية. والله. احنا لينا بتوع البلدية اللي لهم أجازات. زي الحكومة كده، الشرطة كده. وبس. ما عندكش أجازات. لا يا فندم مش أجازات. أجازات بقى على حسابك أنت بقى. عندك ولاد حضرتك أخبارهم إيه؟ لا الكبار بقى، أنا عندي 100 سنة، خلي بالك. صغار عديد المية مش باين عليا، انا بقول مش عارف هنعمل ايه، اقول امر الله. طب ازاي عديد المية وزي ما تشتغل لسه؟ ازعل مني كده بقى؟ مش ربنا مديني صحة؟ اقول اللي ربنا اللي كده يديني صحة ليه عشان باكل عيش؟ اقعد اصحى تاني؟ لا 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 لا، الكلمة دي ازعل مني كده بقى؟ لا لا لا، بتشتغل ليه؟ انا قصدي ان انت حضرتك بتقول لي انا بقى خلاص كملت 100 سنه. يا عم شو ربنا مديني الصحه بقى اتحرك يمين وشمال، ما كانش يديني الصحه بقى كنت اقعد كده مكسح كده. عندك اولاد واحفاد؟ عندي كتير. لا بسكت اللي عينيه بخلي عليه على جنب، عيال وحشين. احفادي حلوين جدا. اعز الولد ولد الولد؟ حبايبي دول، احفادي دول الثلاثه دول حبايبي. عملت ايه بقى في ايام العيد؟ النهارده احنا بنبتدي في ايام العيد. هنشتغل في البلديه. ايه الحاجات الجديده اللي انت عملتها في العيد؟ اول حاجه عملتها. طب كلت الفته ولا ليه؟ أي الحمد لله، ناس اهلي خير كتير قوي. طيب بصوا، احنا برنامج اهلنا الطيبين وتليجراف مصر جايين يقول لك كل سنه وانت طيب، وجايين يعيدوا على الشعب المصري كله بجميع طوائفه، ونزلنا النهارده وهننزل كل يوم نعيد عليكم ونقول كل سنه وانتم طيبين واحنا كلنا طيبين. كله طيبين كله يا رب. حاجه نفسي ايه تبقى ايه احسن بلد في العالم قبل ما اموت، بس الناس تبقى كويسه مع بعضيها، الناس وحشه مع بعضيها مع الاسف. ايه اللي بيسعدك؟ احفادي والشغل بتاعي، بنزل اشتغل كده بتحرك نفسي احس ان انا ايه سعيد بالدنيا. العمل ده طبعا عباده عند ربنا سبحانه وتعالى، حتى زمان الشغل معقوله؟ عندك 100 سنه وبصحتك؟ انا ابويا مات عنده 50 سنه بكعكه، يا جدعان امسك الخشب. حابين بقى نقول لك كل سنه وانت طيب، وسنه سعيده عليك يا رب في هذا الاداء. كل سنه طيب يا رب. بيت الزكاه والصدقات المصري ربنا يوسع عليك يا رب. تحت رعايه فضيله الامام.
بيت الزكاة والصدقات. وتليجراف مصر بيقول لك كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك يا فندم، كل سنه طيب ومصر كلها خير وسعاده يا رب. ما تحرمش حضرتك يا فندم. ربنا يكرم يا رب كده ويسعد البلد يا رب كده باحسن حال يا رب، احسن دوله في العالم يا رب حاجه قبل ما اموت ان شاء الله يا رب. يعني كل سنه طيب يا فندم، ما تحرمش حضرتك. السلام عليكم.